بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس SPSS فيرجن 23، درسنا رقم 126 استكمالا للدرس السابق في كيفية اكتشاف القيم الشاذة، الآن بطريقة جديدة وهي طريقة Modified Z-Score. في الدرس السابق درس 125 قمنا باكتشاف وتحديد القيم الشاذة بطريقة 1.5 IQR أو الانتركولتايل رينج اللي هو المدى الربيعي مضروب في 1.5. النهاردة هناخد طريقة جديدة لاكتشاف القيم الشاذة ولكن باستخدام Modified Z-Score، والطريقة ستقوم بجلب القيم الشاذة نفسها التي قمنا بإخراجها بطريقة الـ 1.5 IQR أو بطريقة Box Plot Figure، رسمة الصندوق، يعني الثلاث طرق متكافئة. ولذلك اخترت لكم نفس الداتا سيت بتاعة الدرس السابق، نفسها الخمسين observation، عندي 50 مشاهدة وكان فيهم بعض القيم الشاذة الأبر واللور، قيم شاذة علوية وقيم شاذة سفلية، وقمنا بتحديدها بطريقتين في الدرس السابق، طريقة البوكس بلوت وطريقة الاي كيو ار. النهاردة هنستخدم طريقة الموديفاي زي سكور. نلقي نظرة على الطريقة وعلى الصيغة الرياضية لها وبعدين نطبعها. الطريقة الموديفايد زي سكور هي بتعتمد على الميديان وليس الافريج او المين الوسط. لماذا؟ لان الوسيط لا يتأثر بالقيم المتطرفة او القيم الشاذة، بينما الوسط الحسابي يتأثر بالقيم المتطرفة. ولكي نثبت هذه المعلومة دعونا نفترض لدينا 7 أرقام، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 100. هنا لدينا قيمة متطرفة اللي هي 100. هل يستطيع الوسط تحديد الوسط قيمة الوسط بدون تأثير 100 عليه أم لا؟ لو قمنا بجمع هذه الأرقام 7 وقسمتهم على 7 عشان نجيب الأفريج، هيطلع الوسط الحسابي 17.3، 17.3، في حين أن الوسيط الميديان لهذه الأرقام 7 1 2 3 4 5 6 100 سيكون هو القيمة المتوسطة بعد الترتيب وهي رقم 4 4. إذن هنا الوسيط لم يتأثر بالقيم الشاذة، يعني الوسيط طلع 4 في حين أن الوسط الحسابي طلع 17.3. طبعا تضخمت قيمة الوسط بسبب رقم 100 لأنه قيمة متطرفة. عشان كده في الطريقة بتاعتنا النهاردة مش هنستخدم الوسط الحسابي ولكن هنستخدم الميديان الوسيط، وأيضا هنستخدم الانحراف حول الميديان اللي هو الديفيشن ولكن about median وليس الانحراف المعياري المعتاد اللي هو حول الوسط. طيب، أول خطوة هنعملها هنحسب الميديان للobservation بتاعتي، هنحسب الوسيط لمجموعة البيانات التي بين يدي، وهو طبعا نعرف طريقة الوسيط بترتيب الأرقام ثم أخذ القيمة المتوسطة إذا كان الأرقام فردية، أو متوسط القيمتين المتوسطتين إذا كانت الأرقام زوجية. طيب، بعد ما حددنا الميديان الوسيط سوف نقوم بطرح كل قيمة من الوسيط اللي هي XI minus X bar، الإكس بار دي اللي هي الميديان. أوكي، بعد ما نطرح كل قيمة من الوسيط هنحسب الابسوليوت فاليو لها، يعني القيمة المطلقة، يعني نتجاهل الإشارة السالبة. بعد كده نحسب الوسيط لهذه الفروقات المطلقة ونسميه ماد. القيمة دي بتطلع قيمة رقم زي ما هنشوف مع بعض. الرقم ده هنستخدمه في هذه الصيغة الرياضية في استخراج الموديفاي زي سكور، وهو عبارة عن 0.6745 مضروبة في الديفرنس اللي هي الفروقات بين كل قيمة والوسيط، مقسومة على الماد. الماد ده اللي احنا جبناه عبارة عن وسيط الفروقات المطلقة. طبعا الكلام شوية دسم لكن لما نعمله بالأرقام وبالطريقة هتلاقوه جدا جدا سهل. طيب، بعد ما نطلع الـ MI أو Modify Z-Score هنعمل ايه؟ هنشوف هتكون في كل قيمة من الداتا منظرة لها Modify Z-Score. هنشوف في القيم دي إذا كانت أي قيمة أكبر من 3.5 أو أقل من سالب 3.5 هتعتبر outliers، وطبعا المرجع عندنا أهو، المرجع بتاعنا كتبالكم المرجع بالتفصيل. أوكي،
وليه التلاتة ونص؟ التلاتة ونص دي لأنه لو بصينا نظرة سريعة على رسمة الـ normal distribution curve، لو لاحظنا مع بعض هنا كبرنا هتلاقوا إنه تقريبا حوالي 99% من المساحة محصورة بين 3.5 بوزيتيف و 3.5 نيجاتيف، وأي قيمة هتبقى outside 3.5 من اليمين أو outside سالب 3.5 من الشمال هتعتبر outliers، هتعتبر قيمة شاذة. كده احنا استعرضنا القانون بتاعنا واستعرضنا ليه بنقارن، ليه بناخد القيمة 3.5 بالذات هي زي cut off point، ليه بناخدها طبعا. وشفنا المرجع بتاعنا اهو، كاتبه لكم المرجع اللي يحب يكتب المرجع ده، المرجع بالتفصيل اوكي. وشفنا الصيغه الرياضيه بتاعتنا، دي الصيغه بتاعت الموديفاي ودي الصيغه بتاعت الماد، هنستخدمها دلوقتي بالتفصيل ونطبقها على الداتا بتاعتنا. طيب الداتا بتاعتنا نفس الداتا بتاعت الدرس السابق، درس 125 لو تتذكروا، كان عندي ثلاث قيم متطرفه علويه وكان عندي ثلاث قيم متطرفه سفليه بطريقه البوكس بلوت وبطريقه الاي كيو ار. هنشوف دلوقتي بطريقه الموديفاي زي هل هيطلع نفس القيم المتطرفه ولا هيطلع قيم مختلفه. اول حاجه نقوم بحساب الوسيط من فريكوانسي، نحط المتغير اكس، وفي الاستاتستكس نختار فقط الميديان ولا نظلل اي شيء، احتاج فقط الميديان، وايضا لا احتاج الفريكوانسي تيبل، فقط بالضغط على موافق هيخرج لي قيمة الوسيط زي ما احنا شايفين. الميديان الخاص بهذه البيانات بلغ قيمة 2.9، 2.9. هذه القيمة سوف استخدمها في انشاء متغير جديد من transform compute variable، هحط المتغير الجديد بتاعنا هسميه اكس ماينس ميديان، بس طبعا ماينس ما بينفعش احطها فبحطها اندرسكور عشان اقدر اعملها. هو عباره عن كل قيمه من الاكس بتاعتي مطروح منها الميديان اللي هو 2.9. نعمل بالانجلش اكس ماينس 2.9 اوكي، ونضغط موافق. طبعا البرنامج قام بإنشاء هذا المتغير اللي هو x، كل x minus x bar أو الميديان، طبعا في قيم موجبة وفي قيم سالبة زي ما احنا شايفين. طيب بعدها هنقوم بإنشاء متغير جديد وهو القيمة المطلقة، نفس المتغير ده بس هنختار له القيمة المطلقة، نختار القيمة المطلقة لهذا المتغير ونسميه absolute value للاكس ماينس ميديان ونقول اوكي. قام البرنامج بانشاء المتغير الثاني، ونحطه في المتوسط عشان تكون القيم واضحه بالنسبه لكم. ادي المتغير اكس ماينس بار وادي اكس ماينس اكس بار، ولكن absolute value يعني لا توجد اي قيمه سالبه زي ما انتم شايفين كده، نفس القيم نفس أرقام ولكن كلها أصبحت قيم موجبة. يبقى الآن إحنا طرحنا كل قيمة من الوسيط ثم أتينا بالقيم المطلقة لهذه الفروقات. الآن هنحسب الوسيط للعمود الأخير من descriptive frequency، هنحسب هذا المتغير الجديد الذي قمنا بإنشاؤه، هنحسب له الوسيط median فقط وهو ما يسمى بالماد في المعادلة بتاعتنا، يسمى بالماد. طبعا الماد هنا طلع كام؟ طلع 0.3، طلع 3.10. يبقى هنا الماد اللي هو عبارة عن الميديان للقيم المطلقة للفروقات طلع عبارة عن 3.10. هنا هستخدم بقى 3.10 في المعادلة الأخيرة بتاعتنا، نلقي نظرة سريعا عليها. خلاص حسبنا الماد، الماد ده كله طلع 3.10، هستخدمه هنا بقى بالقسم عليه التلاتة من عشرة، وهضرب هنا في 6.745. 6.745 دي عبارة عن الكيو 3 للنورمال ديستريبيوشن كيرف، ده الرقم ده عبارة عن الربيع الثالث للتوزيع الطبيعي. طيب هنبدأ بقى في تطبيق هذه القاعدة الرياضية من احنا نحسب متغير جديد نسميه
صفحة والانجليش نسميه modify z، وهو عبارة عن هنكتب المعادلة بتاعتنا اللي هي 0.6745 اوكي مضروب ستار مضروب في المتغير اللي هو الاكس ماينس اكس بار من غير قيم مطلقة، الاكس ماينس اكس بار بس مضروب فيه، بعدين مقسوم على الماد، الماد اللي احنا طلعناه كام؟ 0.3. هذه الصيغة الرياضية للموديفايد زي سكور. بعدين بالضغط على موافق يقوم البرنامج بإنشاء متغير جديد وهو الموديفايد زي سكور لكل الأوبزرفيشنز الخمسين بتاعتي. طيب الآن هنحسب برضو نفس الطريقة، هنجيب الأبسوليوت فاليو القيمة المطلقة لهذا المتغير، المتغير الأخير موديفايد زي سكور هنحسب له القيمة المطلقة ونسميه أيضا absolute value للموديفايد زي سكور ونقول أوكي. قام البرنامج بإنشاء القيمة المطلقة للزي سكور، نحطه سنتر عشان تبقى الأرقام واضحة قصادنا. زي ما انتم شايفين هذا هو الموديفايد زي سكور، قمنا بإنشائه تبع القاعدة الرياضية وقمنا بحساب القيم المطلقة له عشان تكون دلوقتي أي قيمة أكبر من 3.5 تعتبر عبارة عن outlier. نقدر نطبق الكلام ده بمجرد النظر بالعين المجردة، ممكن أيضا نعملها بطريقة جميلة جدا عن طريق record into different variable. نحط هذا المتغير نسميه outlier ونقول نعرف القاعدة بتاعتنا، نقول له إذا كان أكبر من 3.5 فهو يديله قيمة 1، وإذا كان all other values كل القيم التانية الغير أكبر من 3.5 حط لها قيمة 0، وبعدين نقول استمر ثم موافق. وبعدين هنلاقي إن المتغير بقى 1 و0، نروح كمان نعرف ال 1 وال 0 ده في خانة ال values للمتغير، نقول له إذا كان 0 فهو، إذا كانت القيمة 0 فهي not outlier، وإذا كانت القيمة 1 فهي an outlier، عبارة عن قيمة متطرفة، ونقول أوكي. وبعدين نروح نشوف دلوقتي القيم بتاعتنا والمتغير، كده طلع لي الـ outliers زي ما انتم شايفين، طلع 6 outliers اللي هم احنا اصلا طلعناهم في الدرس السابق 4.7 4.6 4.5، الثلاث قيم دول عبارة عن outlier، طلعناهم بقاعدة الـ IQR، طلعناهم بالbox plot، طلعناهم النهاردة بالmodify z-score، وأيضا القيم الثلاثة الصغيرة 1.3 1.2 1.1، أيضا هنا الـ z-score modify لهم أكبر من 3.5 فهم أيضا outlier بطريقة الـ z-score modified أو بطريقة البوكس plot أو بطريقة الـ IQR. هكذا نكون قد أنهينا درسنا النهاردة modify z-score لتحديد القيم الشاذة، وهي طبعا طريقة مكافأة لطريقة الـ IQR المدى الربيعي وطريقة البوكس plot figure رسمة الصندوق، يعني ثلاث طرق يتم عن طريقهم اكتشاف وتحديد القيم الشاذة بنفس الـ، يعني القيم بتطلع بنفس النتائج، نفس النتائج بتطلع من الطريقة الأولى بتطلع من الثانية بتطلع من الطريقة الثالثة، يعني طرق تعتبر طرق متكافئة. بكده نكون غطينا موضوع القيم الشاذة اللي كثير من الباحثين كانوا بيسألوني عليه. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة ومن الدروس السابقة، وشكرا لاستماعكم. والحقوق الفكرية محفوظة لقناة التعليمية أسماء المرغني، لا أسمح بنسخ المواد التعليمية وبيعها على اسطوانات بأي أسعار رمزية وغير رمزية، لكن بالطبع أسمح بمشاركة الروابط في أي مواقع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.